السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على أهم القوائم الرئيسية في برنامج المايكروسوفت باوربوينت. أول شيء حنديروه حنفتح البرنامج اللي هو المايكروسوفت باوربوينت، واللي سبق عرفنا في الدروس الماضية شن هو البرنامج، شن استخداماته والفائدة الخاصة به. ولأي حد ما شاهدش الفيديو حتلقوا الرابط الخاص بي خاص بالدروس السابقة أسفل الفيديو. وأيضا سبق وتعرفنا على طريقة إنشاء مشروع جديد في البرنامج، فحاليا مش لازم نذكر شيء هذا، بس حنبدأ مشروع جديد اللي هو البلانك برزنتيشن أو البرزنتيشن الفارغ. بمجرد ما يفتح البرنامج حيكون بالواجهة أو بالأسلوب هذا. هذا طبعا في حالة أن يتم استخدام نسخة المايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2016 أو 2013. باقي الاصدارات حتكون شبيهه ولكن مش بالتمام، لكن 16 و13 قراب هلبة من بعض، وغالبا حيكونوا بالوضعيه هذه تماما، سواء كان بالعربي او بالانجليزي مش تفرقش. انا حنحاول حنشرح كل شيء بالعربي، بس كل حد يفضل يشتغل باللغه اللي هو يفضلها. فغالبا انك تخدم بالباوربوينت مثلا نسخه انجليزيه تكون اسهل، لان التعلم انك انت تتعلم كيف استخدامه غالبا حيكون انك تتعلمه بالانجليزي اسهل، لان المصادر افضل. انا حاليا نحكي في البدايه، لكن حاليا خاصه ان المحتوى العربي قاعد يكون اثرى واثرى، زي ان شاء الله نكون جزء منه والحمد لله قاعد ننقل في المعرفه، فمصادر التعلم باللغه العربيه قاعده تزيد، لذلك حنحاول نشرح كل شيء بالعربي. بمجرد ما يفتح البرنامج حيكون بالوضعيه هذه، حتكون في عندك مجموعه من القوائم. اليوم في الدرس هذا حنتعرفوا على القوائم هذه بس مش اكثر، لكن احنا مع نهايه السلسله ان شاء الله حتكون مهاراتنا في البرنامج قويه هلبه، بحيث ان نقدر نصنع تمبلتس او قوالب خاصه بينا. وسبق وتعرفنا في الدروس الماضيه شنو هي القوالب، فتوا بس حنتعرفوا على القوائم. اول قائمه اللي هي قائمه هوم. هوم لوحدها استخدامها مش ممكن، يعني انا حاليا بمجرد ما افتح لي عندي صفحه فاضيه مكتوب فيها كليك تو اد تايتل باش نضيف عنوان، يعني مثلا كتبت، خلينا نديرو مثلا بالانجليزي نديرو فيسبوك بيج او صفحه فيسبوك، يعني انا ضفت بس كلمه ما فيش اي شيء تاني. بمجرد ما نضيفها قائمه هوم حتسمح لي بشني، حتسمح لي الخدمه او الوظيفه الاساسيه الخاصه بها هي التعديل على الاشياء الموجوده في وسط الصفحات او في وسط السلايدز او في وسط البيجز. يعني انا في كل صفحه موجود عندي صور وموجود عندي الكثير من الاشياء. الهوم تقدر تساعدني في، خلينا نقوله، في اني انا مثلا نتحكم في مكان الصوره يمين او يسار او في الوسط، او غالبا استخدامها يكون مع النصوص، ان مثلا عندي نص مكتوب ان مثلا نزيد حجمه، نغير نوع الخط، نخليه في النص فوق او لوطه، ان ندير مسافات بين الكلمات او بين السطور، ان مثلا نضيف اشكال زي ما موجود عندنا هنا، او مثلا عندنا هنا تغيير الخط، الحجم، الخصائص نتاع الخط نفسه، انه هو يكون مثلا غليظ او بولد او مثلا ايتاليك مائل، او ان يكون تحته خط او لاين. في هلبة اختيارات هنا، او مثلا انه يكون وراه خلفيه او لون، يعني يكون في باك جراوند ليه، او يكون في مثلا عند اوت لاين، يعني زي البوكس يكون يخططه لك بالوان، خلينا مثلا نديره شيب اوت لاين. طبعا انا حاليا قاعد نسمي فيهم بسرعه لان احنا حنتعرفوا عليهم برويه جدا جدا في الدروس القادمه، لكن احنا حاليا موضوعنا ان نتعرفوا على القوائم الموجوده هنا بشكل اساسي. فهذه هي ببساطه قائمه هوم، تساعدك هلبة في اداره النصوص اللي موجوده عندك، وتساعدك في الصور وفي اي شيء، يعني في اي شيء حتساعدك ان تدير الالاين، يعني تخليه يمين او يسار او في الوسط، لكن غالبا تخدم على النصوص لتغيير خطها او حجمها او ايا كان الخصائص الخاصه بها. ثاني قائمه موجوده اللي هي عندنا انسرت او اضافه. في قائمه اضافه جليه واضحه من اسمها نقدر نضيفه اي شيء احنا حابين نضيفه من القائمه هذه، يعني ونقدر يعني اي حاجه حابين نضيفها حنضيفها، ونقدر نقسمهم لجزئين. نقدر نضيفه اشياء هي مش موجوده، يعني مثلا بنضيف صوره او بنضيف فيديو او بنضيف جدول، وفي نفس الوقت نقدر نضيفه حاجات للاشياء الموجوده، يعني الى حد ما زي هوم ان هي حاجات موجوده حنعدله فيها. يعني مثلا انا عندي النص هذا اللي هو الفيسبوك بيج، نقدر نجي ندير لينك. عم درت لينك مثلا حنقدر نربطها بحاجه موجوده عندي في الجهاز هنا، زي ما تشبه هنا عندي في الخيارات. فانا هذه درتها كاضافه لحاجه هي اوريدي موجوده، انا ما ضفتهاش. وزي ما تشوفوا مثلا عندنا شيبس، هذو ماي الاشكال نفسهم اللي موجودين في هوم هم بشكل اساسي موجودين في انسرت. انسرت يعني
اي حاجه احنا حابين نضيفها للجدول للسلايد هذا او للبيج هذه او للصفحه هذه حنلقوها في القائمه بتاع انسرت او اضافه. القائمه اللي بعدها هي قائمه ديزاين او تصميم، ايضا اسمها جلي ان هي تهتم بتصميم كل صفحه. يعني مثلا احنا عندنا سلايد هذا او صفحه غالبا يسموها سلايد او بيج، نقدر نغير لها شكلها. لو تلاحظوا ان كلمة فيسبوك بيج تتغير لان هي مخزنة كتايتل اساسي حاليا، كعنوان اساسي، لان هي البرنامج اللي عبيته انا فارغ اعطاني زوز عناوين، اعطاني هنا التايتل الصغير وتايتل الكبير. لو نكتب في هذا فيسبوك بيج، بمجرد ما نختار تمبلت، هذا يعتبر تمبلت واتي واحنا تعرفنا عليه سابقا، حيغير لي مكان الفيسبوك بيج الأساسية واللي تحتها الفرعية حسب تنسيقها في التمبلت، لأن هي في التمبلت أو في القالب الواتي هذا هو عنده أسلوب لوضع كل شيء في مكان معين، مش زي أمتى أنا نبدأ بتمبلت فارغ، أنا نختار ونحطها، ممكن نضيفها هنا وناخذ الفيسبوك بيج تاني هنا نحطها وين ما نبي. فهذه قائمة ديزاين تهتم بالناحية التصميمية للموضوع أو للسلايد أو للبيج. بالنسبة للقائمة اللي بعدها هي ترانزيشنز أو التحويلات. التحويلات هذه مهتمة أمتى احنا حابين نتنقلوا من سلايد لسلايد. يعني مثلا احنا عندنا سلايد واحد بس، نقدر ندير له كنترول سي كوبي وبعدين ندير كنترول في. عندنا زوز، نقدر احنا حاليا نختار التنقل بين، زي ما تشوفوا حاليا هذا حاليا داخل السلايد نفسه، ونقدر نستخدموه امتى حابين ان نديروه الانيميشن او الافكت هذا، امتى ننتقلوا من السلايد الاول للسلايد الثاني. هذه هي ترانزيشنز، يعني التحويلات من حاجه لحاجه. اما بالنسبه للقائمه اللي بعدها اللي هي الانيميشنز، شبيهه بها جدا لكن تختص بشكل اساسي في الانتقال في الحاجات الموجوده او في الاشياء او في الادوات اللي استخدمناها في السلايد نفسها. يعني نقدر نستخدم الانيميشنز في ان ننقله مثلا امتى يكون السلايد في الاول اكحل، تطلع مثلا في الاول الفيسبوك بيج، بعدين يطلع البوكس الاخضر، بعدين تطلع كلمه فيسبوك بيج هي. يعني كل مره تطلع حاجه، الحاجه هي امتى تطلع او الاداء هذه امتى تطلع من اليمين لليسار، او تكون مثلا هي مختفيه وتبدا تطلع بشويه بشويه، او تجي وهي تلف تطلع وهي تلف. فهذه هي احنا من هي حتطلع زي الترانزيشنز او حتجي بشكل حركي زي الترانزيشنز، لكن بافكت احنا نبوه، باسلوب احنا نبوه، او بترتيب احنا حنختاره للاشياء. يعني نختاره اما هي اللي تطلع قبل واما هي تطلع الاخيره باختيار الانيميشن فين. يعني احنا بعد ما نديروا انيميشنز لكل اداء او للادوات اللي حابينها، نختاروا من الانيميشن بين او من لوحه التحرك او الحركات، اي حاجه تطلع قبل الثانيه، ومن الوقت نختاره وقت كل حاجه وامتى تطلع. بالنسبة للسلايد شو، تهتم بشكل أساسي بعرض السلايدز. يعني مثلا أمتى سلايد، أمتى يبدأ العرض المرئي أو البرزنتيشن، يبدأ في أم سلايد ويتم في أم سلايد، هل يبدأ من السلايد الأول، هل يبدأ من مثلا السلايد اللي أنا حاليا فاتحة، أو في خيارات مثلا إني نعرضه أونلاين، أو إني وأنا نعرض في سلايد ندير للتسجيل. كل الخيارات هذه يعني اي حاجه لها علاقه بالسلايدات، يعني مش حتضيف شيء. يعني بعد ما انت تكمل البرزنتيشن بتاعك وتاكد عليه وتضيف له كل الانسرتس او الحاجات اللي انت حابهم، والديزاين بتاعك يكون تمام وتكون في ترانزيشنز وانيميشنز، السلايد شو خيار العرض بتاعك كيف حاب تعرضه. اما بالنسبه للثالث القوائم، خلينا نقول اربع القوائم اللي فاضله اللي هي ريفيو وفيو وهيلب وستوري بوردنج. بالنسبه لهيلب مش حنحتاجها، هلبة في العاده يعني صعب انك تحتاجها، خلينا نقوله، لان في حالة ان اي حد احتاج اي مساعدة في اي نقطة، ان هو يسأل المجتمع اللي يستخدم في البرنامج حيكون اسهل من ان هو يراسل شركة. فقائمة هيلب بس ان هي تقدر تتواصل مع مايكروسوفت او الفريق الخاص بتطوير مايكروسوفت اوفيس باوربوينت حتى يساعدك في حالة واجهتك اي مشكلة. اما بالنسبة لقائمة فيو فتساعدك في العرض ايضا، يعني مثلا حابين نعرضه مثلا الصفحة الخاصة بالملاحظات، ندير زوم مثلا نقربه او نبعده، او نفتح شاشات جديدة او نوافذ جديدة. استخدامنا لها غالبا يكون ناقص او مش كبير هل بزي باقي القوائم. اما بالنسبة لقائمة الريفيو فهي بعد ما انا كملت ايضا، يعني بعد ما اخترت حتى مثلا السلايد شو او طريقة العرض الخاصة بي، في ريفيو هنا مثلا حندير زي ما نقولوا التشيك الأخيرة أو دبل تشيك، إن أنا أنأكد على الشيء مرتين أو ثلاث أنه خلاص كل شيء تمام، مفيش أخطاء إملائية، مفيش أخطاء نحوية، مفيش أي مشكلة،
ان انا كل الفيديوهات مثلا اذا نستجلب فيها او نستورد فيها من الانترنت بروابط تشتغل في حالة انا في نت، بس نحاول ان نأكد في كل شيء تمام، بعدين ندير خيار end review ان انا كملت الريفيو متاعي وتمام كل شيء تمام. بالنسبة للستوري بوردنج ايضا كثلاثة القوائم اللي سابقتها ما نستخدموش فيها هلبة الا في خيار واحد بس اللي هو خيار ستوري بورد شيبس، اللي هو يسمح لك انك تستخدم خلينا نقول مكتبة واسعة من الشاشات او من الاشياء الموجودة في نظام ويندوز انك تقدر تضيفها للبرزنتيشن بتاعك بدون الحاجة لتصميمها او صناعتها او حتى استيرادها من الانترنت او محاولة البحث عليها. يعني مثلا انا حاب ان يكون عندي تصميم او صورة مبسطة لقائمة ابدأ في الويندوز، فنقدر نلقاها ستارت سكرين بس ندير عليها دبل كليك هتكون عندي موجودة، او شير بوينت، ستارت منيو، ويب براوزر، ايا كان حاجه الحاجات الاشياء اللي حتكون موجوده هنا حتكون 99% منها متعلقه بمايكروسوفت. يعني مش حتلقى شيء مثلا موجود ليه علاقه بماك او ليه علاقه بلينكس او ليه علاقه باندرويد او ليه علاقه بالانظمه الثانيه. اغلب الحاجات او الباك جراوند او الخلفيات او النوتيشنز الموجوده او الاشكال حتكون لها علاقه بمايكروسوفت بطريقه مباشره. تقريبا هذا كل شيء بالنسبة للقوائم الموجودة عندنا واللي حنحتاجوها او اللي حناخدم عليها بشكل مباشر. اكتر شيء في قوائم مؤقتة نستخدموها من حين لاخر، هي ما تكونش موجودة ديما بس في ادوات معينة امتى نستخدموها حتكون عندنا قوائم كخيارات اضافية. لكن نقدر نقول ان الدرس هذا تم، وان شاء الله تكونوا تعرفتوا على القوائم الاساسية في برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبة لكم، وان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.